الذكي أكو ارتفاع مو طبيعي لكل المواد الغذائية وخصوصا مادة الطحين. مادة الطحين نعرف الطحين هو يمنى لو تستورد من غير بلد. احنا نريد نفهم احنا مو بلد الخيرات مو عندنا. والمشكلة الأكبر أبو هيا المشكلة الأكبر أنه ما قاعد يتم معالجة، وهذا الموضوع صار لأكثر من 4 أشهر 5 أشهر أكو ارتفاع بسعر الصرف. هذا الارتفاع قاعد يضر الفقير اللي قال علي أبو حسين أنه الفقير قام يروح للسوق ويرجع بس يتفرج، لأن ما عنده إمكانية أنه يشتري كيلو الطماطم اللي صار ب1500 وغيرها وب2000. إذا إحنا وين بعدين إيش راح يصير؟ الخطوة اللي بعدها شنو راح يصير؟ شنو مصير الفقير؟ زين الفقير اللي كان ب10,000 يقدر يتسوق، هسه ال10,000 ما يقدر يشتري بها شيء. اخي الكريم نعم. الخلل منين؟ انا اقول لك الخلل منين. احنا دولتنا مو قويه. لا اكو دوله قويه. انا بس خل اكو متابعه من الدوله. انا احترم وجهه نظرك اي شيء ابو هيا، احترم وجهه نظرك، لكن هو اكو خلل بعدم الرقابه، وانا وياك بهذا الموضوع. لكن اكو تجار، اكو جشع بالموضوع ابو هيا، اكو جشع بالموضوع. انا راح اعطيك مثال كلش بسيط. فضل. انا من سكنه محافظه سليمانيه، راح اعطيك مثال كلش بسيط. نعم زين. يعني اكو مراكز تجاريه تروح تسوق من عنده، اكو مواد اسعارها غاليه، اقول لها بليش؟ يقول هاي سعر الدوله. نعم. يقول لي تعال بيع هاي الماده بهالك. نعم نعم، بحيث انه اذا انا انزل من سعرها يعاقبني.